البيان الصحفي الذي أصدرته القوى المدنية والثورية لاختيار الرئيس القادم القاهرة في 29 مايو من عام 2012. المنسق العام لهذا الاجتماع هو الأستاذ شادي طلعت. ومن هو شادي طلعت؟ حضراتكم كلكم فاكرين هذا الكتاب الدليل التدريبي حول فض النزاع السلمي اللاعنف. هنفتح مع بعض. شادي طلعت الامين العام. هنكمل. مقدمة الكتاب شادي طلعت المدير العام وحمادة المغربي. يعني المنسق العام لهذا المؤتمر هو احد اهم اضلاع ثورة 25 يناير. هو اللي انتج هذا الكتاب اللي عمله على اساسه الثورة. مش واحد مدعي ولا واحد جه كده نط في الثورة قال انا من الثوار لا، ده عضو اصيل. علشان كل الناس اللي كانوا مجتمعين معاه هم دول 60% بالظبط من العناصر الرئيسية لإطلاق الثورة. تعلن القوى المدنية والثورية الموقعة على هذا البيان أنها قبل أن تعلن عن اختيارها للرئيس القادم، فإنها قد وضعت نصب أعينها مصلحة مصر العامة، ناظرين إلى أبناء الأمة وطموحاتهم وآمالهم بعد ثورتنا العظيمة. وقد كنا نقوم بدراسة كلا المرشحين من واقع أفكارهم وانتماءاتهم وتصريحاتهم ورؤياهم للبلاد، إلا أن أحداث الأمس الاثنين الموافق 28 مايو من عام 2012 والتي أسفرت عن اقتحام المقر الرئيسي لحملة الفريق شفيق من قبل الإخوان المسلمين أمر لم يجعل لنا خيار سوى اختيار الفريق أحمد شفيق. فنحن لا نريد رئيسا يأتي من الإخوان ليرهبنا باستخدام أساليب القمع والقتل والحرق والتهديد. إننا شعب يبحث عن الأمان ونريد الخلاص من الفوضى التي لا زال الشعب يعاني منها. نريد الاستقرار من أجل نهضة البلاد. نرفض أي تهديد أو وعيد من قبل الإخوان المسلمين ونطالب بتطبيق القانون الرادع على كل من خرج عن القانون حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه استخدام العنف فيما بعد. كما نرفض اتهام الثوار بأعمال الشغب، فالفاعل معلوم ومعروف، وهذا ليس بغريب أو بجديد على طيار الإخوان المسلمين والذي تاريخه مليء بالدماء، وآخرها أحداث العباسية التي قتل المصريون فيها بعضهم بعضا، بل قتلوا منا جنودا أعزهم الله ورسوله، ثم حرقوا مقر حملة الفريق شفيق وإيذاء الأبرياء بداخلها. وبنظرة عامة فإن لدينا معايير أخرى في اختيارنا هذا، وهي بالمقارنة بين كلا المرشحين المتنافسين الآن فنحن نختار الفريق أحمد شفيق نظرا لأنه لا ينتمي لطيار الإخوان المسلمين والذي يريد الاستحواذ على كل شيء ولم يكتفي بالسلطة التشريعية والتي هي أهم من السلطة التنفيذية، كما أن الإخوان لم يقدموا للشعب أي شيء منذ انتخابهم في البرلمان وكان أداؤهم في غاية الضعف، كما لم تتحسن أحوال المصريين الاقتصادية والاجتماعية بل زادت سوءا في ظل وجودهم في البرلمان. إن مرشح الإخوان دكتور محمد مرسي لم يكن ينوي الترشيح، فقد كان احتياطيا لمرشح آخر أصيل
أي أنه لا يحمل أي رؤية خاصة لمصر، بل هو مجرد صورة، بينما الحكم سيكون لتيار الإخوان المسلمين ولمكتب الإرشاد وللمرشد العام للإخوان المسلمين. 3، نرفض وصاية الإخوان المسلمين على مصر بالإكراه، فلا الشعب تابع لأحد ولا هو قاصر عن إبداء رأيه، كما نرفض وصاية كل من يحسبون أنفسهم وكلاء عن الثورة، وقرروا أن يكونوا أوصياء ويتخذون قرارات باسم الشعب بإقصاء هذا أو إبقاء ذاك، فلا الشعب وكلهم ولا للثورة متحدثين باسمها. ونقول لهؤلاء جميعا: لقد أثبتتم برغبتكم في فرض وصايتكم على الشعب. إنكم أشد ديكتاتورية وقمعية من رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف، والقابع في سجنه الآن، والذي قال من قبل إن المصريون لا يعرفون الديمقراطية. لذا نقول لهؤلاء جميعا: لا تتحدثوا باسم الشعب، فأنتم لا تمثلون إلا أنفسكم. 4، لقد اكتشف الشعب مبارك بعد 30 عاما، واكتشف الشعب الإخوان في 30 يوما في البرلمان، ولم نجد تغييرا في خطابهم، بينما وجدنا تغييرا في خطاب الفريق أحمد شفيق، والذي التزم بأن يفتح صفحة جديدة مع الجميع بما فيهم الإخوان، إذ دعاهم إلى أن يعملوا على الأرض وليس تحت الأرض. 5، أبدى الدكتور محمد مرسي نواياه إلى الشعب عندما قال أنه سيدوس بالأقدام على بقايا النظام السابق، متناسيا أنه يتحدث عن شريحة كبيرة من المصريين في النهاية، حتى وإن اختلفنا معهم فما كان يجوز أن يقول ذلك، ولا يجب أن يسمح بانتهاك كرامة مصريين نظرا لأنهم حسبوا على نظام سابق. إلا أن هذا التصريح يبدي النية إلى القمع وفتح السجون والمعتقلات لكل من يعارض الإخوان إذا ما وصلوا إلى الرئاسة لا قدر الله، فقد تعوم البلاد في بحور من الدماء. وأمامنا مثال، وهو حكم حركة حماس فرع الإخوان المسلمين في قطاع غزة، وأدائهم الدموي في قتل إخوانهم وأبنائهم الفلسطينيين. وأمامنا مثل آخر في إيران، وهو حكم الإسلام السياسي، إذ أن الإسلاميين في إيران وعدوا الشعب بالديمقراطية، ولكنهم عندما وصلوا للرئاسة اعتقلوا 120,000 من معارضي الإسلاميين من مجاهدي خلق، ثم أعدموا في عام واحد 30,000 شخص بدون محاكمات. 6، بدأ واضحا للشعب أن ولاء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين هو للجماعة قبل أن يكون لمصر، ونحن نريد رجلا يكون ولاءه للشعب وليس لفكر أو طيار سياسي معين، وهو ما يتوفر في الفريق أحمد شفيق. 7، نرفض مبدأ المقاطعة، إذ أن المقاطعة ستكون عملية تيسيرية لوصول الإخوان إلى الحكم، وهو ما نراه خطرا محدقا يجب أن نتلاشاه إذا ما أردنا صالح بلادنا، وكنا نأمل حقا في حاضر أفضل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة. 8، نعلن احترامنا للديمقراطية والتي أسفرت عن متنافسين جاءوا باختيار الشعب، ونرفض أي محاولة للانقضاض عليها أو تغيير مسارها. في النهاية نقول: نرفض إقصاء الناس ووصفهم بالفلول، فالذي وصفهم هم الإخوان المسلمين، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وعلينا أن يكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فعندما فتح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مكة قال لفلول قريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان معاوية بن أبي سفيان، والذي كان محسوبا على فلول قريش، هو مؤسس الدولة الأموية، والتي ساهمت في نشر الدولة الإسلامية واتساع رقعتها. فعلينا إذن أن نكون على سنة نبينا الكريم، ونحن نؤكد أن شعب مصر على سنة رسوله الكريم
ولن يحيد عنها أبدا، والشعب أعلم بدينه الحنيف ولن يضل عنه أبدا مهما حاول الكارهون. نؤكد أن ثورتنا مستمرة ولا تنازل أو تراجع عن أهدافها، حتى مع وجود مرشحنا الفريق أحمد شفيق كرئيس لجمهورية مصر العربية إن شاء الله، فسنظل حراسا للثورة، مدافعين عنها ما حيينا، مناصرين للرئيس ما دام على النهج، ورادين له إذا ما خرج عن نهجنا الذي اجتمعنا عليه. نرفض أن يتهم الثوار أو السيد حمدين صباحي بأعمال العنف التي حدثت بالأمس يوم 28 مايو 2012، فالعنف له مريديه وهم معروفين، ولا يجب أن نخدع أو نقبل الخداع، فهم الإخوان المسلمين. عاشت مصر حرة وعاش شعبها مرفوع الرأس إلى يوم الدين، وعلى الله قصد السبيل تجمع القوى المدنية والثورية لاختيار الرئيس المنسق العام الأستاذ شادي طلعت.